والبحار والمحيطات، يبقى ترابطهم وتوحدهم واصطفافهم يميزهم حيثما ذهبوا وأينما كانوا. وهنا في المملكة العربية السعودية وفي العاصمة الرياض على وجه الخصوص، نشأ كيان على درجة من الاحترافية والإبداع تحت مسمى جمعية المهندسين المصريين، انطلق عام 2005 ميلادية ليحقق أهداف كوكبة من المهندسين المصريين بالسعودية وطموحاتهم، ويحول أحلامهم إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع. ويظل عام التأسيس 2005 ميلادية عاما مشهودا في تاريخ المهندسين المصريين بالسعودية، ومحطة ناجحة تلتها محطات أخرى من الريادة والتميز عبر هيكلة مجلس الإدارة والشعب والتخصصات المختلفة من كهرباء، مدنية، ميكانيكا، عمارة، تقنية معلومات واللجان المتعددة، حتى أصبحت جمعية المهندسين المصريين هي الممثلة الوحيدة لنقابة المهندسين المصرية بالمملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق وثقت روابط التعاون مع الكيانات التي تهتم بالمهندس جميعها لتحافظ على تميزه وترفع من قدره وتعزز من دوره الريادي في ممارسة مهنته وأداء واجبه. وقد تكللت هذه الجهود المخلصة جميعا بحصول جمعية المهندسين المصريين بالسعودية على شهادة الآيزو 9001، نظير ما التزمت به من معايير ومواصفات الجودة العالمية. فكرة تأسيس جمعية المهندسين بدأت في أواخر سنة 2005، الحمد لله نجحنا في تأسيسها في ديسمبر 2005. حطينا أسس إن احنا نرتقي بالمهندس المصري وقدراته، فركزنا في الفترة الأولانية إن احنا نعمل أكبر قدر ممكن من الدورات التدريبية نرتقي بها بالمهندس المصري، وبعدين ركزنا على محور الاجتماعي، يبقى في علاقات بين المهندسين وأسرهم في لقاءات دورية. والمحور الثالث اللي ركزنا عليه ان احنا نعمل حدث تقني كبير يجمع بين المهندسين المصريين ويكون نوال ارتقائهم بالشركات الكبرى، وقدرنا نعمل اول مؤتمر للمهندسين واللي استمر بعد كده لحد دلوقتي. حققت جمعية المهندسين المصريين بالسعودية بفضل الله اولا ثم بجهود كوادرها وشبابها نقلة نوعية في سبيل التميز المهني عبر تنظيم العديد من الدورات المهنية الحديثة والمحاضرات العلمية المتخصصة وتشجيع ودعم الأعضاء على متابعة دراساتهم العليا والتواصل مع الجمعيات العلمية والمهنية محليا ودوليا في مجال تخصص الأعضاء والاستفادة من إمكاناتها في دعم روادها علميا ومهنيا ومد جسور التواصل مع الجهات الرسمية والهندسية في مصر والمملكة. ويبقى من أهم ما سعت الجمعية لتحقيقه توثيق التواصل المجتمعي بين المهندسين المصريين بالسعودية من خلال الرعاية الاجتماعية والترفيهية، إذ عمقت مفهوم التكافل الاجتماعي بين أعضاء الجمعية وقدمت نموذجا رائعا في تحقيق سلسلة من الأهداف الاجتماعية من خلال اليوم الاجتماعي لأسر المهندسين وتواصله بشكل منتظم لإيجاد مناخ ثقافي اجتماعي رياضي ترفيهي مصري تغلب عليه نكهة المحافظة على روح الأصالة والانتماء للوطن الأم. كان لابد من تطوير جمعية المهندسين بعد التأسيس، ف
فكان لابد من تعديل اللائحة الداخلية للجمعية لضبط عملية المسؤوليات والعلاقات بين أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب والشؤون الإدارية والشؤون المالية. وبحمد الله تم توسيع دائرة المشاركة لجميع المهندسين بإضافة الشعب الهندسية في اللائحة ووضع الضوابط الخاصة بكل شعبة. وكان للعمل الداخلي المنظم لابد من حصول الجمعية على شهادة الجودة، فبحمد الله تم الحصول على شهادة الأيزو 9001 من 2008، وبذلك قد استكملنا المنظومة الداخلية المنظمة المؤسسية الكيان القائم لجمعية المهندسين المصريين بالمملكة. تبنت الجمعية العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية الثابتة التي تعمل على إنجازها وفق ضوابط ولوائح الجمعية وأخرى متغيرة حسب ظروف وقتها وتحقيقها، لعل من أبرزها الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع تطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء الجمعية لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، كذلك تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية التي تخدم المهنة وتسهم في تطوير العمل الهندسي وتوطين التقنية. ولعل انطلاقة الملتقى السنوي الهندسي منذ عام 2009 وتواصله بلا انقطاع رغم الكثير من المتغيرات التي شهدتها المنطقة دليل راسخ على مهنية واحترافية العمل بالجمعية والابتعاد التام عن مناطق الخلافات والاختلافات الأيديولوجية والسياسية. بعد مرحلة التأسيس المرحلة الأولى وتلتها المرحلة الثانية التطوير والاستقرار الداخلي، كان لابد من انطلاقة مكملة ثالثة لتحقيق الهدف المنشود وهو أن يكون المهندس المصري فخورا بوطنه وفخرا له. كان لابد من مد أطر التعاون مع مجموعة من الهيئات العلمية والأكاديمية والمهنية الأخرى خارج المملكة العربية السعودية. كان التركيز الأوسع أو الأكبر فيها في مصر، فكان بروتوكول تعاون في المستوى العلمي والتطوير المهني مع جامعة حلوان، وكانت بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية، وكان بروتوكول تعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان، وكان بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للمقاولات التشييد والبناء وعدة هيئات علمية أخرى. هذا كله ليصب في صالح رفع قيمة وقدر ومهارة المهندس المصري المقيم في المملكة العربية السعودية. ولعل سجل النشاط في خلال عام 2015 الزاخر والعامر بالكثير من الدورات المهنية والمحاضرات العلمية والاستكمال سلسلة المؤتمرات التي بدأت من المؤتمر الأول عام 2009 إلى المؤتمر الثامن القادم في مايو 2016 إن شاء الله خير دليل على ما نصب إليه وما نسعى إليه والجهود المبذولة في هذا الصدد. نحن على موعد مع الملتقى السنوي الثامن والذي يستمر على نهجه الثابت لتصب كل الفعاليات والرؤى والدراسات في إضافة الجديد والمفيد لتكون الهندسة بحق رافد العطاء الأول للأوطان
والأكثر التصاقاً بالاحتياج الفعلي للمواطن العربي في عالمنا المعاصر، وبهدف عالي القيمة. عنونت الجمعية نوافذها الإعلامية بأن يكون المهندس المصري فخوراً بوطنه وفخراً له. وتحت ظلال قيمها الوارثة والراسخة: تواصل، ترابط، احترافية، أمانة، انتماء. استمر نغم هذه المنظومة الإبداعية لتواصل تأدية دورها الريادي المشهود في الاهتمام بالمهندس المصري ورفع مستواه المهني والتقني. وتعاهد الجمعية روادها وجميع المهندسين المصريين بالسعودية أن تواصل دورها الطموح، وتبقى دائما جمعية مهنية اجتماعية رائدة ومتطورة، تعمل على تحقيق طموحات أعضائها وتميزهم. وفي هذا السبيل، وانطلاقا من تمثيلها لنقابة المهندسين، عقدت الجمعية بالمملكة عدة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات والهيئات العلمية والهندسية والمهنية، مثل جامعة حلوان والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والاتحاد المصري للمقاولين. وفي الطريق المزيد والمزيد من أجل البحث في كيفية تيسير سبل التطور والتقدم ورفع المستوى العلمي والمهني للمهندس المصري المقيم بالمملكة، وأيضا من أجل إيجاد الفرص المناسبة وفتح نوافذ المعرفة لتصل للمهندسين المصريين المقيمين في المملكة وفق الدور الرائد الذي تقوم به الهيئات والمنظمات المصرية في مجال العمل الهندسي وتطويره في المحيط العربي. جمعية المهندسين المصريين بالسعودية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخوة الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في ليلة جديدة من ليالي مبادرة تواصل تطوير التي تنظمها جمعية المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية، وهي التي انطلقت في العام في أبريل من العام 2020. وعدنا ليلة إن شاء الله مع المحاضرة رقم 187 منذ الانطلاقة، مع ضيف كريم أحد الرواد في مجال الهندسة المدنية في مصر والعالم العربي، له ما له من عطاءات وإبداعات في مضمار الهندسة المدنية بشكل عام وهندسة الكباري بشكل خاص، أستاذ الدكتور مدحت كمال عبد الله، حاصل على دكتوراه الفلسفة في الهندسة المدنية من جامعة ولاية كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1997، والحاصل على ماجستير العلوم في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية عام 1988، والحاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1983، هو أستاذ هندسة الكباري بقسم الهندسة المدنية بجامعة حلوان بهندسة المطرية بمصر، وحصل على رخصة مزاولة المهنة البي إي من ولاية أوهايو الأمريكية، واستشاري في العديد من الجهات والأجهزة الحكومية داخل مصر، واستشاري لمعظم الشركات العملاقة العاملة في مجال تنفيذ القصور داخل وخارج مصر، وله العديد من المشاريع الكبرى والإسهامات البحثية والعلمية والمهنية والأكاديمية، ويطل علينا إطلالته الثانية من خلال هذه المبادرة المباركة إن شاء الله في محاضرة قد تمتد إلى ساعة ونصف يعقبها الأسئلة والنقاشات حول موضوع المحاضرة وخبرات ومجال محاضرنا. المحاضرة التي كما تعلمون جميعا أنها تبث مباشر عبر نوافذنا المختلفة على صفحة الجامعة الفيسبوك، وأيضا تجدونها على قناة يوتيوب الخاصة بالجمعية، والمادة العلمية سترفع إن شاء الله على حساب لينكدإن الخاص بالمبادرة، وهناك شهادة حضور للراغبين في الحصول عليها تابعة نموذج التقييم الذي تجدونه في الشات في نهاية المحاضرة، وأيضا يكون متوفر على قناة تليجرام الخاصة بالمبادرة. كل فعاليات والأسئلة والاستفسارات لهذه المبادرة تجدونها على حساب قناة تليجرام الخاص بها. لن أطيل في التقدم مع ضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور مدحت عبد الله. دكتور مدحت أهلا ومرحبا بك.
دكتور مدحت ممكن المايك؟ دكتور محمد عنده بس مشكلة فنية ويخلصها وهيخش معنا وطوعنا. تمام. المحاضرة إلى أن يحضرنا الأستاذ دكتور مدحت كمال عبد الله. المحاضرة بعنوان تدعيم الكباري باستخدام التفاعل المشترك للمياه مع جسم الكوبري، ومع عرض حالة علمية. حتى يعودنا الدكتور مدحت إن شاء الله بعض المعلومات السريعة. هذه المحاضرة هي الأخيرة في هذا العام 2022. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهل علينا العام الجديد بالأمن والأمان والخير للأمة جميعا بشكل عام، وللمهندسين ومهنة الهندسة بشكل خاص. أيضا سنتجه في الفترة المقبلة لإنفاذ بعض الدورات المتخصصة من خلال تنبثق بالمحاضرات التي تقدم عبر هذه المبادرة. هناك الدورات قد تبدأ قريبا إن شاء الله في العقود وفي التحكيم وفي الفيدك مع بعض المواد التمييزة الجديدة إن شاء الله. وأيضا هناك بعض الترتيب بعض دورات في رفع مستوى اللغة الإنجليزية للمهندسين soft skills، نحاول ترتيب لها في الفترة الحالية إن شاء الله. وصلنا فيكم اتباعا بأخبار هذه الدورات التي نرتب لها. أيضا سيتعاود فعاليات شعبة تقنية المعلومات، تقنية المعلومات ستكون لهم لقاءات دورية أيام السبت بالتزامن مع المحاضرة يوم الاثنين كما تعلمون، وهو المعهود على مبادرتنا الآن إن شاء الله. ايوه دكتور مدحت معانا دلوقتي. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا دكتور. انا اخواننا لهذا العطل الفني الغير مقصود اطلاقا. اهلا ان شاء الله دكتور. طيب دكتور حضرتك شير سكرين وتوقع على دكتور. حاضر ثانيه واحده. أعمل شير سكرين منين؟ المفتاح الأخضر اللي في نص
أسفل الشاشة عند حضرتك وعلى السهم الأخضر. شير سكرين. يس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معذرة يا جماعة بهذا التأخير. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم جميعا. طبعا يعني من باب تبادل الخبرات لقينا أن ممكن نقدم المحاضرة ديت بإذن الله. فهنتكلم في المحاضرة دي في عجالة كده عن لو احنا عندنا طبعا نتيجة التوسع الحضاري دلوقتي وإنشاء محطات كهرباء ومصانع كتيرة في البلد، فبنحتاج نعدي على جسور كتيرة بمعدات، يعني بدل الحمولة التصميمية في الكود 70 طن ثم 90 طن وما بقى دلوقتي 120، أحيانا بيبقى عندي حمولة حوالي 1000 طن. فطبعا الأحمال دي لما بتعدي ممكن تسبب دمار زي هنا كده في اللي حاصل في الجسر ده وزي اللي حصل في الجسر ده. طبعا الصور دي مش من عندنا يا جماعة، الصور دي مش من عندنا، مش من مصر يعني. صورة كده أكتر وضوحا، دي صور أكتر وضوحا، ودي صور تانية لانهيارات جسور. في العديد من انهيارات الجسور بسبب مرور شحنات تقيلة على الجسر. دي الشحنة اللي كانت عندنا في مصر زمان خالص، بنصمم على 70 طن، بتجراها مقطورة 20 طن، اتعدل الكود ده كذا مرة، مرة 30 جنبها 60، ودلوقتي حاليا بنصمم على 60 جنبها 40 جنبها 20. طيب التدعيم ممكن يبقى تدعيم مؤقت وممكن يكون تدعيم دائم. لو احنا بندعم جسر فوق ارض او فوق مصرف ضحل، فبيتم كده بنعمل خوازيق مؤقتة. طبعا الكلام ده يعني ممكن نشرحه شرح مستفيض، ولكن احنا بنركز على الطريقة اللي احنا قلنا عنوانها، اللي هو عنوان في الأول Temporary Support of Existing Water Structure Interaction. فعشان كده هنمر على التدعيمات المؤقتة دي بسرعة جدا. ده شحنة كانت رايحة من محطة شمال القاهرة ووصل وزنها حوالي 500 طن، فطبعا يعني كانت عدي على 27 كوبري على الطريق الدائري. فنزلنا قمنا عملنا دراسات كاملة شاملة، ان احنا خدنا كور من كل كوبري وجسات، ولقينا ان في محتاجين تدعيمات مؤقتة في وسط الكوبري. فطبعا انت اول ما بتعرض الامر ده على السلطات بيرفضوا تماما، لان ما كانش فيه في الاذهنه زمان ان ممكن تعدي شحنه وانك تعمل تدعيم مؤقت، دي ما كانت ممنوعه تماما. لحد ما تعاوننا مع السلطات في مصر ووصلنا للوزراء ورؤساء الوزراء، فبدات بالذات المشاريع دي مشاريع قوميه. فده صور، دي صورة تانية للكوبري اللي حركه من القاهرة وساكن في منطقة المرج. ده كوبري المرج، متعدي شحنة هنا كده. طبعا اختيار الكساحات اللي بتشيل الشحنة ده بيتم بعد دراسة الأحمال، ولقينا ان احنا عملنا القاعدة دي مخصوص والقاعدة دي مخصوص، وطلعنا بالتمبرري سبورتس دي. طبعا شكلها شبابيك، بس هي مش شبابيك عادية، دي شبابيك وفي جاكات فوقيها بتدعم الكوبري. ده بنقيس على العجلة اللي احنا مصممين عليها، دي الكساحة محملة
فقسنا بنقيس العجله دايما وبنعد العجل في خطوات كده تشيك، يعني مش اي حاجه تعدي كده بنعديها واحنا واقفين جنبها وخلاص. وده بنطلع نتاكد من ان التدعيمات واصله للكوبري، لان التدعيمات دي المفروض ما توصلش للكوبري في جميع الفترات الا عند مرور الشحنات فقط، والا البيهيفير الاستراكشرال بيهيفير بتاع الكوبري هيتقلب. فاحنا بنتاكد ان قبل مرور الجسر التدعيمات بقت محكمه. طبعا يا جماعه احنا الكلام ده احنا قعدنا ندرسه حوالي مثلا 6 7 اشهر اناليسيز، ولو في وقت في المحاضره هنوريكم احنا ازاي دخلنا في الاناليسيز بتاع الحاجات دي. بس زي ما بقول انا بنركز حاليا على موضوع المحاضره اللي هو الووتر ستراكشر انتر اكشن في تدعيم الكباري اللي هتمر عليها شحنات. ده الشحنه وهي جايه بعد ما جت مصر، الشحنه دي كان وزنها 500 طن. وطبعا في حاجات كتيره متاكد منها، في حاجات كتيره متاكد منها، دول شباب المكتب عندي. والشحنه هنا ماشيه، لو تلاحظوا احنا فضينا الطريق تماما، وطبعا بيبقى معانا بوليس قدام وبوليس ورا واجهزه لاسلكي فده طريقه من تضعيم من التدعيم المؤقت، ان احنا عملنا دعامات. طبعا الدعامات دي كانت ماسكه 25 كوبري او 26 كوبري. في طرق تانية للحاجات اللي هي الصغيره، انك لو هنا مثلا في تحتينا هنا بربخ 6 متر او 8 متر، فعملنا الوساده دي كلها. يعني لو تلاحظ التدعيمات هنا كاننا حطينا ركائز خشب. على فكره الخشب من ضمن مميزاته ان هو بيتهرس، ده من ضمن مميزاته. يعني احنا في تجارب كتيره طبعا الوقت اسعفنا هنقولها، بنختبر سويل بليت بيندنج، ف البليت بيندنج تيست ما نجحش، ولكن ومع ذلك استشاري السويل اصر ان احنا نستخدم التدعيم بعد استخدام وسائد خشبيه. فدي طريقه سهله ممكن تبقى متشاله على العربيه معاك، سواء الوساده دي المشايه دي ستيل او خشب. طبعا في الحاله دي كانت ستيل، انما التدعيمات هنا خشب. لو احنا بقى عندنا اللي فات ده كان كوبري مؤقت، تدعيم مؤقت، احنا احيانا يعني لمصلحه البلد ان عندك كوبري وهتعدي عليه شحنه صفه مستمره. الكوبري ده كان في الطريق لحقل الزهر، وكان كوبري معدني. فبدل ما نعمل تدعيمات مؤقته، درسنا الوضع بتاع الكباري ولقينا ان احنا ممكن نلحم بلتات في الكمر المعدني، والبيرنجز نحط جنبها كراسي مؤقتة. الكراسي دي تتحط قبل مرور الشحنة. طبعا البليتس دي زيادة وبتفضل موجودة في الكوبري، يعني ما بنشيلهاش. فده ده ده استخدم العديد من المرات قبل وبعد حقر ظهر، والحمد لله. يعني احنا ساهمنا في مشروع ظهر ده بحاجات كتير. طيب الطريقة بقى بتاعتنا، الطريقة بتاعتنا دي عشان نفهمها مفيش داعي نعدي على الكلام اللي بالانجليزي ده كله. الفيديو في الفيديو انا معاك دكتور. الصوت ايوه انا معاك. ايوه تمام تمام. هو الفايل انا مجريه ده بان عندكم ولا اعمله شير ولا ايه؟ لا هو اللي ظهر عندنا فندم البرزنتيشن فقط، لان سيادتك مختار الباوربوينت فمش هيظهر اي حاجه غير الباوربوينت. لكن لو سيادتك عامل شير لسطح المكتب هيظهر كل حاجه على سطح المكتب.
طيب يبقى معايا لحد ما اعمل شير لسطح المكتب. ماشي يا فندم. سيادتك تعمل ستوب شيرنج وتعمل نيو شيرنج وتحط سطح المكتب يا كده فندم. باين احسنت. حاجه كده باين حاجه كده بقى بدأ يظهر ادوب فلاش 9 و ماشي ماشي. الفكره تمام. ببساطه بتعتمد على الحاجه البسيطه. على فكره يا اخوانا احنا يعني كنا كونسورتيوم هنا قعدنا من فتره كبيره بندرس هل الفكره دي صح ولا لا. فهي الفكره بالظبط، لو انا عندي اناء ميه والاناء ده جبت فيه سفنجه وبعد كده السفنجه دي حبستها حطيت عليها وزن 10 كيلو فهتغطس هيطلع ابليفت. هل الصور واضحه يا جماعه انا بتكلم ولا لا؟ تمام دكتور، كله واضح. طيب فانا حطيت هنا وزن 10 كيلو فطبعا هيغطس السفنجه لحد ما يطلع اب ليفت يساوي ال 10 كيلو. لو الاب ليفت ده اقل طبعا جام اوف اتش حسابات بقى اب ليفت، لو كان اقل فالسفنجه هتغطس، لو كان يساوي فالسفنجه خلاص مش هتغطس. طيب عندي الوزن 10 كيلو وانا حبسته بحاجه كده، ده جسم الكوبري يا جماعه، العصايه اللي اتحطت ده بتمثل جسم الكوبري دلوقتي. طيب والشحنه الوزن الشحنه اللي هتعدي هي ال 10 كيلو. لو شلت ال 10 كيلو وحطيت 5 كيلو خلاص، فانا عندي الاب ليفت من الاول. يعني عشان تتخيلوا السفنجه كان عليها 10 كيلو وغطست لحد ما طلع اب ليفت يشيل 10 كيلو. انا شلت ال 10 كيلو، انا حطيت العصايه وشلت ال 10 كيلو وحطيت وزن اخف، فعندي الاب ليفت دلوقتي لا زال 10 كيلو. خلي بالكم العصايه تمثل جسم الكوبري وهو محكم ما بين السبورتس، والا كانت الاب ليفت هيشيل الكوبري بالكامل. الوزن 5 كيلو اقل من الاب ليفت بتاع ال 10 كيلو، فهيفضل هيفضل مش هيتاثر يعني. طيب لو انا حطيت وزن 12 كيلو وانا عندي الاب ليفت كان محطوط لل 10، فالسفنجه هيحصل ايه؟ هتغطس لحد ما الاب ليفت ده. ببساطه كده الفكره اللي احنا يعني حبكنا فيها القصه كلها. طبعا ده اخذ لنا اجتماعات ومشاركات من الزملاء كتير، و عايزين نرجع كده دلوقتي سكرين. كده احنا رجعنا الباوربوينت. ها باشمهندس سامي؟ لا يا فندم، لسه الفلاش، لسه الفلاش اللي شغاله. طيب فدي كده كانت الفكره اللي هو الكونسبت نفسه. لو احنا قلنا الكونسيبت ده هنطبقه على كوبري، ادي العربيه عندي اللي هي الشحنه الكبيره ماشيه على كوبري، فالكوبري حصل فيه ديفورميشن.
طيب الفكرة بتاعتي إن إحنا هندعم الكوبري بصندل اسمه بارج وجاك فوق، جاكات تضغط على جسم الكوبري، فوفقا للضغط قوة الضغط بتاع الجاك هتنزل المركب وهيطلع أبليفت. لما الأبليفت يساوي قوة الضغط بتاع الجاكات خلاص الموقف هيوقف. هتيجي الشحنة عندي هيبقى بيقاومها الأبليفت والبارج والجاكات وجسم الكوبري. ده بمنتهى البساطة الفكرة اللي احنا شغالين بيها. انا هنا كلام شرحت بيه الكونسيبت اهو. الكونسيبت انا بدأت بقى ايه نطلع لوحات بيه. ده البارج هو الصندل يعني، وده الكوبري جسم الكوبري واقف هنا على دعامات، وفي هنا سبرينجز يعني هنشوف تفاصيل اكتر. يعني الصورة دي بتوضح لو انا عندي الجسر بدون تدعيم فهيبقى عندي هنا رياكشن بي 1 وبي 1. البي 1 والبي 1 ده الوزن بتاع الشحنة. طيب لو انا عندي بقى عملت التدعيم فانا عندي الابليفت، فالرياكشن دلوقتي بقى الابليفت زائد 2، الابليفت زائد 2 بي 2 هو وزن الشحنه اللي هي 2 بي 1. ثاني يا اخوان، وزن الشحنه 2 بي 1 هنا، عشان كده هنا بي 1 وهناك بي 1. انا دلوقتي عندي هنا ابليفت زائد جزء من الرياكشن اسمه بي 2، ف 2 بي 2 والابليفت هيساوي وزن الشحنه اللي هو 2 بي 1. هل فكرة كده واضحة؟ عشان الناس اللي بتقول انت فين بقيت الرياكشن، لا انا بعتمد على المية في الشيل والمية بتعتمد على الشيل. وطبعا قصة المية والشيل، طب المية لو المنسوبة انخفض هنعمل ايه؟ دي يعني كانت فكرة عندنا. لا احنا فعلا بنضطر نقول المينيمم ووتر تيبل قد ايه وما ننزلش الا ما يكون موجود. احيانا بنضطر نسهر ليله وليلتين لو في سده شتويه عشان المياه تعلى، واحيانا بنتعامل مع مثلا اللي بيفتح المياه عشان يفتح المياه توصل ليفل معين. دي تجربه. طبعا احنا عشان نثبت الكلام ده لاولي الامر والسلطات المختلفه طلبوا ان احنا نعمل تجربه على كوبري حقيقي. هو المشروع ده كنا بندعم فيه توربينات ومولدات رايحة لمحطة العطف، وده كان كوبري اسمه العطف. فعملنا تجربة على الباكية اللي هي متعلم عليها بالأحمر. طيب وده الكوبري كله، وده المسار اللي احنا حددناه للحمولة الترايل. يعني ده الموديلينج، ده جسم الكوبري وده جسم البونتون والابليفت بسبرينجز، ودي الدعامات اللي احنا حطينا جوه البونتون علشان نحافظ على البونتون ونحافظ على الكوبري. ده يا اخوانا يعني حسابات الباكيه سيمبل مومنت عادي. ديد لود طبعا ده كنا عاملينه جريليدج يعني، ودوت البن مومنت ديوت جاكينج فورس. دي الحسابات المبسطه، دي نبزع الحسابات المبسطه يعني. ده الابليفت ديوت جاكينج فورس، وده الاثنين مع بعض، ده الديد زائد الجاكينج فورس. لو تلاحظ كان البن مومنت على الكاميرا الواحده ديوت الديد لود 12 126 طن، والاب ليفت 119.
فالتوتال لم يتجاوز 7 مثلا، 8، 1. فلما تيجي الشحنه تعدي ده كده اللايف لود اونلي، جاب مومنت ماكسيمم 145 طن. فده البندنج مومنت من الشحنه ناقص الديد لود بتاع الكوبري، لان الديد لود ما دخلوش معانا، الديد لود موجود. انا يهمني ان اشيل اللايف لود اللي جاي من الشحنه. فحطيت ابليفت يقاوم اللايف لود بس، فاصبح التوتال مومنت زي ما انتم شايفين 82 في البوزيتيف و6.8 من 10 ومره 19 و8 من 10 مع 81. ده شكل اللوحه اللي هي خارجه من المكتب، يبقى متوضح طبعا. دي يعني يا ممكن اللوحه دي تكون معقده شويه ان حد يفهمها، بس لا، هو اللي اشتغل في المجال ده هيبقى حافظها. يعني احنا معانا المقاول الباشمهندس حسن ابراهيم اللي احنا بنعتبره عبقري الشركه، شركه اكرو مصر وليفت سلاب. لا، عبقري فعلا. المهم اللوحه دي، ده البنتون، بنتون، وده الدعامات. احنا بندعم باي بي اي وبحط بروبس على القمر وفيها جاكات. يعني الكوبري اهو، الحاجات دي كلها تحتيه. ده البلان بيوضح فين احنا حاطين الجاكات. كم جاك كده عندنا؟ 1 2 3 4 5 × 3 × 15 جاك. ايه؟ طيب ده اثناء الاعداد، اعداد البنتونات لتجهيزها. بنتون عادي كان مقاسه حوالي 6 متر في 12. اكثر بنتونات دي، يعني انت لو محتاج 6 متر وما فيش الا 3 متر، هات 3 متر في 2 والحمهم في بعض. ده اعداد تدعيم البنتون من جوه، لان البنتون نتيجه الاب ليفت ممكن ينفجر. ده اليايات اللي بتتحط عشان الميه تزيد تعلى، يفضل في يعني الكوبري يفضل محكم انه يكون مدعم بالبنتون. زي ما انتم شايفين كده، في عندي دكم حديد وقمر حديد وبروبس. لا يعني تدعيمات بتبقى مهمه. يعني الخوف هنا على البنتون، يعني هو الشركه اللي بتنقل بتبقى خايفه على الشحنه، انما الناس بيبقوا خايفين على البنتون. ده اثناء برضك الاعداد. ده هنا تقريبا بدأنا نجهز. ده ناس لجنة من هندسة القاهرة ومعهد بحوث البناء اللي هو في القناطر وأجهزة المساحة وهيئة الطرق والكباري، وده الباشمهندس اللي احنا نقول المهندس العبقري، المهندس حسن إبراهيم. ده الدكتور محمد ربيع، وده الله يرحمه الدكتور محمد نبوي من هندسة القاهرة، وأساتذة كتيرة يعني كانت واقفة معانا. أنا كنت يعني من الحاجات اللي حصلت إن إحنا بنجهز، لقينا تجهيزات القمر ده بقى فوق الكوبري. لا طبعاً، فعشان كده التجهيزات دي لازم يبقى حد مهندسين واقفين بيراجعوا. دي يا جماعه الجاكات اللون الاخضر، دي الجاكات، وده البروبس. احنا هنا كده يعني البروب ده تحت هنا في البنتون، وفوق هنا في جسم الكوبري. الصوره دي بتوضح.
ليه كاميرا معدنيه تحت الكاميرا بتاع الكوبري، وده بروب نازل على البنتون، وده الجاك. طبعا كل الحاجات دي بيبقى ليها حسابات دقيقه. طب هرفع الجاك قد ايه، هرفع الجاك مقدار كام. طب ممكن ترفع الجاك تطير الكوبري. ده يعني حاجه كده بدائيه كنا عاملينها عشان نقيس الليفل بتاع الميه وبيطلع كام، ونقيس الديفليكشن، ده غير الاجهزه المساحيه اللي موجوده بترصد من بره. احنا كنا عاملين لنفسنا كده زي مسطره بنقيس بيها. في الحقيقه دي مسطره وليها دور تاني، انها بتمنع الحركه الجانبيه للمركب في الميه. ده احنا كلنا واقفين جوه البونتون بنتابع الشغل والتجهيزات. احنا اخوانا مش مجرد رسومات وبس، لا، انت بتعمل رسومات لحاجه مش مفهومه، فلازم تبقى انت اللي بتتابع اول باول، لان غالبا هتلاقي المهندسين حتى اللي بيتعاملوا معاك في الموقف ده مش متدربين على الحكايه دي. فما ينفعش تسيب مهندس صغير وانت تبقى قاعد بره بتتابع الشغل، لا، تنزل معاهم. ده صورة الترايل لود. احنا كنا الحمولة بتاع ده حوالي 90 طن تقريبا او 120. هنا بنكشف على العجل مقاساته. دي النقاط اللي احنا عملناها لقياس الديفورميشن، بنقيس رايت افتر جاكينج، افتر لودينج، وهكذا بقى، افتر رايت افتر ان لودينج 30 مينت، افتر ان لودينج، وبنجيب الريكفري كام. دي النقاط اللي احنا حاطينها المدوره دي للديفورميشن. المثلث بنقيس بيه الاسترينز. الارقام اللي قدامنا دي الديفليكشن. فبعد المرور طبعا احنا كان مع اللود اهو، المنطقه المقشره، مقشره مكان الترايل لود. طبعا كان معايا دكتور ربنا يبارك في عمره، الدكتور فاروق القاضي، كان قاعد في المكتب. التجربة دي كانت الساعة 3 صباحا، وهو كان بيتابع معايا لحظة بلحظة، لأن هو اللي كان مراجع وهو اللي كان هيوقع على إن التجربة دي سليمة. فكان بيطلب مني حاجات نتأكد بيها إن مفيش غلطة بتحصل. يعني مثلا فاكر طلب مني اقيس الهبوط عند A1 وعند A2 وعند A3 ونحسب الفرق. طلب A2 والنقطه E2، لان عشان عايز يتاكد في روتيشن حصل على المركب ولا لا. فزي ما حضراتكم شايفين النقطه دي مع اللودينج افتر لودينج بقت 1.3 ناقص 1.3. الريكفري بقى 97%. كنا بنقيس السترينز على الكاميرات تقريبا ما كانش فيه اي سترينز بيحصل على الكاميرات. الماكسيمم ستريس لو احنا افترضنا اليانجز مودولس 250 وبالسترين جبنا الاستريس، هيطلع على البلاطه 2 كيلو جرام، وعلى الكاميرات اقصى ستريس على الكاميرات 8 كيلو جرام. ده الحاجات اللي كان طلبها الدكتور فاروق القاضي الله يمسيه بالخير واحنا شغالين، وانا كنت واقف بقيسها بنفسي. طبعا مش انا اللي بقيس بنفسي، يعني انا كان معايا فريق من اساتذه جامعه القاهره وهيئه الطرق والكباري ومعهد بحوث البناء اللي في القناطر،
وطبعا معانا الفريق بتاع ليف كسلاب اللي هي بقت اكرو مصر. فكنا بنقيس الهبوط عند نقاط واحد واثنين وثلاثة أول ما غاصت، فكانت القراءات يونيفورم. وصل الدبس عند التغويص 4.6 سنتيمتر بعد الجاكينج بتسعين طن، احنا استخدمنا الجاكات 90 طن، فنزلت المركب 46 سنتي. البونتون موف داون فور 3 مليمتر ديورينج ذا لودنج ستيب، يعني بعد ما نزل 46 سنتي وخد الاب ليفت خلاص. طبعا احنا بنتاكد ان عمق البونتون لازم يكون اكبر من 70 80، لان احنا بنحسب هو هيغوص قد ايه في الاول. فغاصت في الاول لما عملنا جاكينج فورس غاصت 46 طن. بعد كده غاصت لما بعد الجاكينج بقى والابليفت والكوبري شغالين حته واحده، فاثناء مرور الاحمال حصلت حركه 3 مللي لتحت. ده كان على ليفل سعفان اللي هو الباك اللي احنا عملناها. الليفلز كليفلز قبل المرور كان 9.913، اثناء المرور 9.913، ليفل افتر 9.913، ماكسيمم ديفليكشن 2 مليمتر. طيب احنا كده اثبتنا ان التجربه خلاص، يعني السترينز والديفليكشن ما تاثرش في الكوبري، ما اثرتش في الكوبري خلاص. ديفليكشن زي ما انتم شايفين 2 مللي 3 مللي، السترينز وصلت للستريس في البلاطه 2 كيلو جرام، في الكامر 8 كيلو جرام. بدات بقى الطريقه دي تستخدم في مشاريع كتيره جدا جدا جدا. على فكره يا اخوانا احنا في المشروع ده بس محطة العطف المشروع اتكلف تدعيماته 5 مليون. البديل ان احنا كنا هندعم بعض الكباري على الطريق الدولي الساحلي كانت تدعيمات هتوصل 200 مليون جنيه. الكلام ده كان في سنة 2008. بدأنا بقى نستخدمها في حاجات كتيرة جدا. من ضمن الحاجات اللي استخدمناها محطة الجيزة شمال الجيزة، ده كوبري الخطاطبة العلوي، ده كوبري الخطاطبة العلوي بيعدي على مجرى ماي. عملنا الدراسات، هو القطاع العرضي بتاعه عبارة عن كمر خرسانة، وده الاستاتيكال سيستم بتاعه بالتقريب، وده العربية الديزاين كود ساعة ما تصمم. طبعا احنا لازم نبقى عارفين هو تصمم سنة كام عشان نعرف نجيب التصميم، حمل التصميمي كان كام. ده الشحنة اللي كانت هتعدي عليه، التوتال لود حوالي 440 طن. دي الشحنة اللي كانت هتعدي عليه، ده عبارة عن توربين جاز توربين لمحطة العطف. عملنا حسابات على الكوبري من غير تدعيم، طلع ان المومنت هيطلع زيادة 223%، 400% تقريبا، 461%. ده الكلام ده من غير تدعيم. الشير كان برضك هيبقى 243%، 238، فيعني محتاجة تدعيم. اقترحنا اماكن تدعيمات، والاقتراحات دي اخوانا ما بتجيش مره واحده، يعني مش المهندس بيقعد يقول انا هحط تدعيمات هنا، لا احنا بنبقى لجنه، يعني انا والمهندسين اللي معايا بنقعد نعرف هو الماكسيموم فين نحط التدعيمات من غير ما نعوق الملاحه،
وفين نحط التدعيمات بحيث لما تعدي الشحنه نفك التدعيم على طول. فالمهم ده الفاينل لوكيشن بتاع التدعيمات تمبوري سبورتس المقترح. بناء عليه بدأنا بقى نعمل حسابات، طبعا تبقى حسابات يعني معقدة حبتين، والحمد لله الشباب عندي في يعني في المكان بقوا متميزين جدا فيه. ده ستاتيكال سيستم بتاع كوبري كله وعليه الأحمال كلها، زي ما انت شايف هنا كده البن مومنت على الكوبري سام 1 وسام 2. سام 1 ده اللي هو الحمل بتاع الديد لود مع الجاك مع مع ديزاين العربيات ديزاين، ده التوتال لودينج مومنت في الاسبانز المختلف. يعني بتبقى حسابات محتاجه يعني صعب ان انت تركز فيها دلوقتي، صعب ان انت، بس انا بوريك ان في حسابات بتاخد وقت. ده الشغل بقى في الموقع. خلاص احنا قلنا في تدعيمات بتتعمل، المواسير دي اتصنعت مخصوص للكوبري ده، تدعيمات الكوبري ده. ده البونتون اللي احنا بنتكلم عليه. السهم واضح ولا؟ السهم واضح يا امان؟ السهم واضح. واضح يا دكتور، واضح. ماشي. فده اولا في صوره هتيجي اوضح دلوقتي، الجاك اللي فوق المواسير. الماسورة دي انتوا لو شايفين ده شباك بتتعمل يونتس تتركب فوق بعض وتتحط على كمر، الكمر ده بيتلحم في البونتونز. فاحنا كنا عاملين احمال زي الرسمة بالظبط، ده صورة من بعيد بتوضح البونتون في ويد دعامات، والكمر اللي بيوصل ما بين البونتونز عشان احنا محتاجين مساحه من الاب ليفت. الثلاثة متر بتوع كل بنطول لوحده دي ما تكفيش، فاحنا قلنا نعملها مساحه بالمنظر ده. دي صوره من بعيد لبنطول اكبر، 6 متر في 12 متر، ده على باكيه تانية. في صور يعني اللي واضح فوق ده الجاك يا جماعه، دي الجاكات. الصورة دي بتوضح الجاكات، ودي مواسير عشان انت هنا قريب من سطح البحر، فعملنا باكية فيها مواسير مش واقفة على بونتونز. مواسير كانت قطر 90 سنتي تخانة 4 ملي مليانة رمل، وفوقيها متر خرسانة وتحت خرسانة عشان ما تهربش الرمله من الماسوره. وهنا حطينا ما زي مساطر عشان تضمن الماسوره ما تتحركش في الجنب. كل كاميرا عليها ماسوره، كل كاميرا عليها ماسوره. ده الكلام ده قرب الشط، لان الشط ما تقدرش تحط فيه بنتونات، البنتونات دي جوه في المايه العميقه. دي صوره الكوبري تاني برضك لنفس المحطة، دي البنتونات، كان كوبري أصغر اسمه الخطاطبة 2 برضك، نفس الفكرة. دي صورة الشحنة بتعدي على الكوبري. احنا أثناء المرور على الكوبري بيبقى واقف فريق بيقيس المساحة، وفريق بيتابع بيقعد على كل بونتون يشوف الحركة. هوريكم فيلم طبعا دلوقتي للموقف. المهم تبقى فيه متابعة كاملة، تبقى فيه متابعة كاملة من فريق مساحي مهندسين، وفريق مهندسين يقف يتابع الحركة، وفريق بيتابع بأجهزة لاسلكي مع الناس اللي واقفة تحت وفوق وفي كل حتة، ومعانا مهندس معاه لاسلكي قاعد على الناس اللي بتفتح بوابات المية نقول له امتى يفتح وامتى يقفل. واحيانا بتحصل عصلجه. انا فاكر الشحنه دي كانت بتعدي، دي مش على شحنه من اللي احنا كنا بنعملها للشمال الجيزه، دي كانت معديه على كوبري ابو قير. فالشحنه دي عدت اثناء الفوضى اللي كانت في 2012 كده، اللي هو يعني بعد ثوره يناير المجيده على طول،
كان في شويه كده اضطرابات وعصابات، فكنا بنمشي ما بنتحركش الا بالشرطه العسكريه، لان كان ممكن يطلع علينا شويه اي بلطجيه يعملوا حاجه. واحنا واقفين قسنا المساحه، كان عندنا جزء مساحه بتقيس المساحه عند كل نقطه قبل واثناء وبعد مرور الشحنه، ده الممر المائي. احنا مدعمين هنا، ف بتقيس اجهزه مساحه دقيقه جدا، بتقيس الوضع قبل وبعد واثناء وبعد مرور الشحنه. ده هنا بيوضح الفرق اثناء مرور الشحنه ليفل تشينج 30 مللي، سوري ده هنا ده اللي تشينج في الليفل 10 مللي او 11 مللي، ده السبان او عند الفتره 30، مش السبان، عند الزمن 30 ثانيه. فكان اقصى ديفليكشن 10 مللي او 12 مللي. ازاي بنثبت ان الكوبري ما تاثرش؟ ما انت عايز تثبت ان الكوبري ما تاثرش بنور الشحنه، ما يكفيش الجهات اللي هي بتديك موافقه امنيه، دول بيبقوا حاجزين خطاب ضمان لو حصل حاجه للكوبري يصلحوه على حسابك. فانت لازم، احنا ابتكرنا طرق لما اتسالنا ازاي تثبت ان الكوبري ما تاثرش، فالحمد لله انا كنت يعني عارف الحاجات دي، فاقترحنا نعمل دايناميك تيست قبل وبعد مرور الشحنه. ان ده الاكسلريتور اللي احنا بنحطه، ودي العربيه اللي بنعمل دايناميك تيست، وبنحط بنوزع الاكسلروميترز على اماكن معينه. هنا في تشانل 1 2 3 وبنعمل دايناميك لود تيست، مجرد عربيه بتعدي على الكوبري بحيث تعمل العربيه بيبقى لها وزن معين، هي العربيه بتعدي على حاجه كده تخليها كانه مطب صناعي، فبتهز الكوبري. السلك ده بيقيس الاهتزازات بيوصل الاكسلروميترز. التشانلز دي كل تشانل فيها متوصل بسلك، فبتطلع لي ريزلتس بالمنظر ده. الشباب بقى اللي فاهمين داينامكس عارفين يعني ايه باور سبيكترام. المهم، المهم كل يهمنا انا الجدول ده، ده بيوضح لي ال ال الفريكوانسي بتاعت الكوبري قبل ما تعدي الشحنه، قبل ما نعمل تدعيمات، وبعد ما عملنا تدعيمات، وبعد ما فكينا التدعيمات والشحنه عدت وخلاص. لو تلاحظوا مفيش فرق، اللي محسوبه ده البن مومنت، ده الفوندمنتال كوير، ده الفيرست بيلدينج موديل مود، بيلدينج موديل مود. طبعا انا بتكلم كلام يمكن مش اي حد يعرف يتابعه، انا بس بقول لك اهتم بالرقم ده. الفريكوينسي دي لو نقصت معناه ان الكوبري شرخ، معناه ان الكوبري شرخ، تبقى وعيتنا يعني بجلاجل. لو الفريكوينسي، لان يعني الفريكوينسي بتتناسب طردي مع الفريكوينسي مع الاستيفنس، الفريكوينسي بتتناسب طردي مع الاستيفنس. فلو الكوبري شرخ معناه ان الاستيفنس قلت، معناه ان الفريكوينسي قلت، معناه ان الكوبري شرخ. طيب ده الكوبري في الاول خالص كان الفريكوانسي بتاعته 0.88 سايكل بير سكند اللي اسمها هيرتز، لما دعمته بقت 0.91، يعني التدعيم زود فريكوانسي. هل الكلام ده صح؟ اه طبعا، الكوبري ازداد قوه. لما الشحنه عدت ومشيت خالص فضل الفريكوانسي 0.91، ما قلتش، ما وصلتش 0.88. ليه؟ لان انا قبل ما دعم عملت ريبير للكوبري، الكوبري كان فيه شروخ فانا صلحتها،
فكده انا زودت الاستيفنس بتاعت الكوبري وبالتالي الفريكوانسي زادت. غالبا يا اخوانا ده اللي بيحصل في الكباري اللي بتتصلح، بعد ما بتمشي الشحنه تيجي تقيس لا الفريكوانسي زادت. الكباري اللي ما تعملهاش ريبير لما الشحنه بتمشي وتقيس تاني وتشيل التدعيم وتقيس، الكوبري بيطلع نفس الفريكوانسي بتاعت التست الاولاني خالص اللي هو اتعمل على الكوبري قبل ما تعدي الشحنه. طبعا احنا ودينا الريزلتس دي، بنودي الريزلتس دي للجهه المالكه اللي هي غالبا بتبقى هي الطرق والكباري، وبناء عليه بيعملوا ريليز لخطاب التامين. دي صور حقيقيه للشحنه على كوبري سعفان، دي البنتونات ودي الجاكات. المهندسين بتوعنا في منهم اللي واقف هنا وفي منهم اللي واقفين الناحيه الثانيه، ودول كلهم مهندسين بتوعنا وبتوع الشركات. لازم نبقى ضامنين ما فيش مرور خالص يمشي مع العربيه، العربيه اللي ماسكه الشحنه. الشحنه دي كانت حوالي 450 طن، ولازم تبقى الناس كلها بعيده، واحد بس بيمشي قدام الشحنه يقول السواق ايه المسار، ما تسيبش السواق يمشي بالهبله. يعني المفروض الكوبري ما يتمشيش عليه بالشحنه اكتر من 3 كيلو في الساعه، فاحيانا السواقين اللي مش واخدين على الكلام ده يخش لك ياخد الكيرف ويمشي، ممكن يضرب لك الكوبري في العرض، يعني يعمل اهتزاز في العرض، في عرض الكوبري اللي انت مش مدعم له اصلا. انما لا، الحمد لله الناس كانت فاهمه، ومديرين الشركات رؤساء مجالس الشركات كان بيتابع معانا بالتليفون، ورئيس الشركه المدير بتاعه كان معانا في الموقع. كان السواق اللي ما يسمعش كلامنا بيتمص، يعني بيتهزق جامد، لانها بتبقى فوره، وبعد كده انت مش بتلعب في حاجه على الارض، لا ده انت بتعتمد على منسوب الميه وخايف منسوب الميه يزيد او يقل لاي سبب، فانت متحكم. يعني معاك واحد لاسلكي واقف وواحد قاعد باللاسلكي مع الراجل اللي بيفتح بوابات الميه، فطبعا كل حاجه متعقده. كوبري من الكباري كف عن رئيس الحي، رئيس الحي والشرطه العسكريه، وكنا اظن جنب اسم المنتزه، فجالنا ناس من الاسم كتيره، لان بنحتاج فعلا شرطه عشان تمنع الناس ان هم يجوا. ده صوره تانية، الكوبري كان ماشي، كان برضك طالع على محطه العطف، بس كان ماشي على كوبري معدني، ودول المهندسين بتوعنا واقفين تحت وبيصوروا، واقفين فوق. طبعا لازم يكون معاك قوه جامده من الشرطه. مشكله الكوبري المعدني ده انه كان خفيف، فلو هتعمل له جاكينج الكوبري ممكن يطير، فعشان ما يطيرش ربطناه بوايرز في سبورتس من تحت، ربطناه في سبورتس بواير. الكوبري ده يا اخوانا على صينيه عشان بيفتح ويفتح ويقفل ملاحيه، فكان الكوبري ده مشكله كبيره جدا، لان كل ما بنجرب نلاقي ان الجاكن فورس هتطيره، والشحنه كبيره ما نعرفش نخفف الجاكن فورس، فكان ممكن تطيره. ده دي المشكله بقولك عليها، انت ممكن سواء غشيم وهو داخل ياخد الملف ده بسرعه، تلاقي القوه دي عمل قوه افقيه على الكوبري. فعشان كده، وتخيل بقى طبعا لازم يكون معاك ناس توقف لك المرور، لان بيبقى الناس متعطله هنا، ده هنا في غلطه ان تسمح لناس بتوك توك ومش عارف ايه.
دكتور الصوت ما مش شغال يا فندم. الصوت مش شغال، مشغل فيديو. مشغل فيديو طبعا. فيديو شغال ولا انا مش سامع؟ لا الفيديو شغال واحده واحده يا فندم. ما انا عارف. طيب ده صوره الشحنه اهي بتعدي. يعني اللي احنا قلنا محتاجين فيه قوة عسكرية تشد. ده برضك يعني تجربة ثانية كده، كانت على مش تجربة، كان نفس الشحنة عدت على 3 كباري. بعد كده الطريقة دي استخدمت في عدة مشاريع تانية، طبعا أكثر من كده بكتير جدا، أكثر من كده جدا. يعني محطة أسيوط اللي هي الحاجة بتتعمل استخدم عمالة تستخدم الطريقة دي. الطريقة دي تم عرضها في أحد المؤتمرات، فنالت يعني جايزة من جابانيز كونكريت انستيتيوت، حاجه كده زي امريكان كونكريت انستيتيوت، جايزه التميز لان عرضناها فعلا. هو العرض ده اتعمل هناك، هنا في اكنولجمنت لازم يتقال. الاول كل الشكر للباشمهندس الله يرحمه حسام لهيطه، ده اللي يعني وقف جنبنا معنويا وماديا لحد ما التجربة نجحت فعلا. وفي الآخر يعني هو استفاد، وبقية الشركات كلها على مستوى مصر كلها، شركات النسل، شركات النقل الكبيرة اللي شغالين، نوسكو وماموت وإي إل إي وإي جي ترانس وغيرهم كتير اللي هم اشتغلوا بالطرق دي. الشكر كمان لكل زمايلي في إنفرا، مكتب إنفرا للدراسات الشرط الهندسية، شركة ميتسوبيشي هي المين كونتراكتور، شركة ليفت سلاب وعلى رأسهم المهندس حسن إبراهيم، كلية الهندسة جامعة القاهرة، كلية الهندسة جامعة حلوان، معهد بحوث الإنشاءات في الري. وده كده ننهي البرزنتيشن كده سريعا، لعلها بس يكون يعني أفادت وفتحت باب لتبادل الخبرات مع حضراتكم. شكرا دكتور مدحت، الموضوع فعلا شيق جدا، والعرض بطريقه رائعه ما شاء الله. وطبعا حضرتك في المشاريع الكبرى في مصر لك باع كبير جدا، ومن الجميل ان حضرتك طبعا، وهذا معهود دائما على الكرام، ذكرت بعض من كان لهم دور او جهد كبير في هذا هذا الموضوع، شيء طيب جدا. بس دكتور، بعض ما نجد من بعض العيوب التي تظهر بين الحين والحين في بعض الكباري في الفترة الأخيرة، هل نعزيها؟ وهي قليلة بالطبع، لكنها موجودة. هل نعزيها لضغط الشغل وسرعته، أم لبعض الأخطاء الفردية، أم بماذا نفسر هذا الأمر؟ لا يعني حضرتك ما نبقاش الكلام كده بصورة عامة، يعني ايه الاخطاء اللي حضرتك بتشوفها؟ يعني احنا بنجد، يعني مثلا كان معهود مثلا على الطريق الساحلي الدولي، كنت بعض الكباري كنا نجد عند الجونز الامور مش ماشية بشكل بنسيابية او سموس، او كنا نجد دايما زي المطب عند الفواصل الانشائية في الكباري، ودي كانت نقطة ملحوظة وجدتها كثيرا في مصر ولم ألحظها خارجها. حاليا مش هتلاقي الملحوظه دي كتير، لان
في طرق جديده دخلت، يعني مثلا في كباري بالكامل انا بعملها من غير اكسبانشن جوينتس خالص خالص، وحتى الاكسبانشن جوينتس اللي بتتعمل جديده اصبحت بقى مش السو توس اللي بتتعمل دي اللي بتطلع كل شويه. لا لا، احنا فعلا يا باشمهندس كان عندنا الاول مشكله في تركيب الاكسبانشن جوينت، بس اصبحت يعني دلوقتي اولا بتركب نوع رابر بيتومينيوس رابر، ده اصبح الاسبان الصغيره ال 25 متر، واصبح في كباري كتير ما فيهاش اكسبانشن جوينت خالص، بس هي الكباري اللي بتعمل حاليا دي عشان مطلوب السرعه فيها لا بتطلع بفواصل كامر بري كاست على ركايز عشان سرعه الانجازات، يعني سرعه الانجاز. تمام. هل فيما سبق لما كنا نجد بعض هذه العيوب، هل ده كان عيوب مناسيب اثناء التنفيذ ام انه بعض الهبوط النسبي في ركائز هذه الكبيره؟ هو يعني اولا سوء صيانه. ايوه، سوء صيانه، لان حضرتك مثلا الكباري اللي احنا نزلنا نبص عليها دي كنا بنلاقي احيانا، طبعا الكلام ده من 2004 2005، كنا احيانا بنلاقي مسامير مش موجوده في مكانها. اظن انا في احدى المحاضرات عرضت واحنا بنعمل كور تيست في المشروع اللي انا عرضته في البدايه ده، لقينا اسفلت محطوط بدخانه 40 سم ومغطي الفاصل تماما، يعني بيتحط اسفلت فوق اسفلت، اسفلت ماكسيمم بيتحط 10 سم، المفروض يبقى 10 سم، انما ما كانش فيه اهتمام بالصيانه في الحاجات. تمام. طب وحضرتك بتقول في بعض الكباري حضرتك صممتها ونفذت بدون فواصل انشائيه. ايوه. الى 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 اي اطوال ممكن ان ينفذ الكوبري بدون فاصل انشائي؟ يعني ماكسيمم 120 متر. 120 متر. وبعد كده ما بنحطش يعني الفاصل المعتاد، يعني ليها تخطيط كده معين يعني. تمام. ونحن مع هذه النهضة هقول ايه في البنية التحتية او في الطرق والكباري في مصر في الفترة الراهنة، يعني يطرا لي محاضرة كان قدمها معانا استاذنا الكبير الاستاذ دكتور علاء شريف عن الجماليات في الكباري، وقدم لنا مجموعة من الكباري على مستوى العالم الجانب المعماري فيها عالي قوي. يعني كيف يمكننا أن نرسخ الثقافة دي أو الفكرة دي ونحن نملك مجموعة كبيرة جدا من الكباري والطرق الآن أنشأت بمستوى عالي زي ما حضرتك بتتكلم بالضبط، وفي مساحات واسعة، يعني كيف، وهل هناك محاولة أو فرصة لإدراك هذا فيما نفذ من كباري أم أن الأمر يحتاج؟ لا والله حضرتك دلوقتي لا فعلا في، يعني أنا شغال حاليا في محور اسمه عمرو بن العاص في منطقة عمرو بن العاص، جامع عمرو بن العاص والفسطاط والهرم والحاجات دي، لا في اهتمام شديد بشكل الجسر، اهتمام شديد بجسر بشكل الجسر، لدرجة إن في رسومات معمارية كتيرة بتتقدم على شكل العمود وسور الكوبري لحد ما يتم الموافقة، وبيتم أصبحت دلوقتي في حاجة مهمة جدا، إن ما مش استشاري واحد بيبقى مش شغال في المشروع، كان زمان تلاقي استشاري واحد بيقدم كوبري وبيتنفذ، لا دلوقتي لجنة كاملة من عند المالك بيقعدوا يدرسوا جميع النقاط في الجسر، ابتداء من التكلفة، ابتداء من جدول مشروع، الشكل المناسب ايه للمشروع، يعني لا يا باشمهندس يعني الحمد لله، بس يمكن حضرتك ما تتعرضش للحاجات دي لان الحاجات دي مش يعني مع سرعه الانجاز ما بتبقاش ملحوظه بصفه عامه. اذا احنا يبقى علينا دور ان احنا نحاول تجميع بعض النماذج لهذه الكباري ومنشآتنا ذات الصبغة الجمالية أو اللفتة الجمالية ونبروزها ونقدمها لنكمل الصورة. إيه رأيك في كوبري ستانلي يا باشمهندس؟
لا ده طبعا ده حاجه يعني لوحه جماليه معماريه، ده خارج من عندي في المكتب. ما شاء الله ما شاء الله. لا ده لوحه معماريه رائعه فعلا. بس كان فعلا معانا استاذ معماري ممتاز الكباري. نذكره كما ذكرت حضرتك من سبق في المحاضره اذا كنت تذكر اسمه. والله انا مش متذكر اسمه بس اظنه الدكتور احمد العدوي اللي هو دلوقتي رئيس جامعه بيروت. أظن الدكتور تمام. يعني تحية للدكتور أحمد طبعا كان يتابعنا أو يسمعنا أو تصله تحياتنا له. ويعني فعلا يعني كما أجمل لنا الدكتور علاء في محاضرته اللي تقدمها معنا في هذه المحاضرة عن جماليات الكباري، الجماليات المعمارية الكباري على مستوى العالم، يعني إذا جاز لنا أو تمكنا من تجهيز محاضرة لأبرز الكباري التي أنشأت مؤخرا في مصر ونبرزها أماكنها بأبعادها بعرضها بأطوالها بلقطات النواحي الجمالية فيها لنقدم نموذج، وأيضا نفسح مجال لإدراك ما تم تنفيذه لإضفاء الصبغة الجمالية عليها، ونحن يعني نسير ونسافر مع هذه الطرق مسافات طويلة جدا أصبحت متاحة وميسرة واختصر فيها كثير من الوقت في المرحلة الراهنة. تحية دكتور مدحت على هذا الإبداع وهذا العطاء، وأنا أتابع صفحة حضرتك وكل فترة كده بتنشر فيها حاجة من بعض المشاريع الآنية أو الجارية، حاجة جميلة جدا وشيء نفخر به جميعا أن يكون هذه المنظومة يعني صنعت في مصر من فروم اي تو زي زي ما بيقولوا، يعني تصميم وتنفيذ على الارض المصريه، ونحن ننطلق منها للمنطقه العربيه، واعتقد سيكون لنا فيها في الفتره القادمه يعني سبل كثيره جدا، لان هناك نهضه عمرانيه كبيره تشهدها المنطقه في الوقت القادم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ايضا دكتور مدحت، هل الانجاز تعميم فكرة البي او تي او المشاركة القطاع الخاص كاستثمار للطرق والكباري، هل مع كثافة حركة النقل الأمر ده مشجع أن نستهدف به مستثمرين لإضفاء مزيد من الإنجاز في هذا المضمار؟ جدا مشجع. وأنتم كمكتب استشاري أعتقد الأمر برضه يدخل من ضمن اهتمامكم يعني. مشجع جدا يا باشمهندس هشام، مشجع جدا. يعني حضرتك لو تعرف كمية الفلوس اللي بدأت تتلم في الكارتات بعد ما تم إحكام القبضة فيها، لأن كان قبل كده الدنيا سايبة خالص على الكارتات، لا مصر تشيلها ملايين. هو يعني لا مشجع جدا. وبالمناسبة يعني كنت النهاردة بتكلم مع بعض الشباب، يعني كان في اقتراح كده، هو ليه الأجانب ما يدفعوش فلوس بالدولار لأي مواصلة يركبوها، ليخشوا الهرم بالدولار، يخشوا أي حاجة سياحية بالدولار، البي تي لو بتعدي عليها عربية سياحة يعني في أجانب تدفع بالدولار بحيث تنصح الدنيا، لأن حضرتك عارف مشكلتنا دلوقتي في الدولار. فلا دي فكرة ممتازة جدا. ومن أعتقد دي ممكن إنها الفكرة دي يعني من السهل تطبيقها إذا أحكمنا منافذ الإنفاق الآلي بشكل يعني يكون متوفر في شتى الأنحاء، بحيث أن يستطيع المستخدم الطرق أو مستخدم المرافق بشكل عام أن يدفع أونلاين بطبيعة الحال مما يحمل من كروت ائتمانية. أعتقد سيكون هذا الأمر خاصة بالدولار دون الحاجة لبس إحساس بالتفرقة. يعني نحن عندما نسافر أوروبا لا نجد فرق بين الزائر وأهل البلد في العملة. كان في العملة حضرتك مضطر تدفع بالدولار، بتسافر أوروبا بتدفع باليورو، تسافر تمام بتدفع بالليرة أو باليورو، بدفع بعملة البلد. عملة البلد. طيب إحنا مش عايزينهم يحولوا عملة، إحنا عايزينهم يجيبوا لنا الدولارات بتاعتهم دي. انت محتاج الدولارات واليورو والريالات حتى، ف
فليه هم ما يدفعوش بالدولار واليورو والريال زي ما احنا بنعمل عندهم؟ فكرة جيدة تستحق أن نفرد لها حلقة نقاشية دكتور مدحت بالفعل يعني. بإذن الله يا فندم. دكتور مدحت قد أوشكنا على الانتهاء في لقائنا هذا، خالص شكر وتقديري وامتناني لهذا الجهد وهذا العطاء في هذا المضمار، سواء حضرتك طبعا في المضمار الأكاديمي لك باع كبير جدا، ونحن الآن نتابع الجانب العملي والتطبيقي لمكتب من أعرق المكاتب الاستشارية في هذا تصميم وتنفيذ وأشرف على تنفيذ الكباري والمنشآت المعدنية أيضا في مصر. تحية دكتور مدحت، وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا خلص الدعاء لحضرتك وفريق العمل المتميز الذي نفخر به جميعا على هذا العطاء في مصر الحبيبة. الأخوة الراغبين في الحصول على شهادة قبول لهذا اللقاء عليهم تعبئة نموذج التقييم الموجود في الشات الآن وأيضا ستجدونه على قناة تليجرام الخاصة بالجمعية. دكتور مدحت، والمحاضرة بالطبع ستكون متاحة صوت وصورة على قناة يوتيوب الخاصة بالجمعية وموجودة الآن على صفحة فيسبوك الخاصة بالجمعية أيضا. دكتور مدحت، هل من كلمة أخيرة؟ وأنا أود التركيز بس دكتور مدحت قبل أن أنهي على موضوع الصيانة، هل حضرتك مطمئن أننا الآن نقوم بصيانة المنشآت بشكل جيد يليق بحجم الإنجاز والإنفاق الذي يعني أتيح لنا في السنوات الماضية؟ أنت بتوقعنا في الغلط ليه يا دكتور؟ لا 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 حضرتك، من حق البلد وهيئة الطرق والكباري ووزارة النقل والوزارة بشكل عام أننا كمستخدمين للطرق أن نحافظ عليها ونحافظ على جمالها وعلى سلامتها الإنشائية، ولا يكون هناك عبث في قواعدها وفي أسستها في الأماكن النائية. ومن حقنا أيضا، من حق البلد على كل موظف وكل مسؤول أن يؤدي ضوابط واشتراطات الصيانة بشكل جيد ليطول عمر المنشأ كما خطط له أو كما صمم له أو كما كان في دراسة الجدوى من إنشاء هذا المرفق أو هذا المنشأ. اتفق معي دكتور مدحت؟ أنا متفق مع حضرتك تماما، وبس يعني أبشر حضرتك إن فعلا مجال الطرق والجسور يعني عندنا فيه زهوة فيه فعلا. يعني يمكن حضرتك عرفني إن أنا ما بحبش المجاملة خالص يعني، بس أنا بتابع، لا إحنا متقدمين جدا في هذا المجال حاليا، وعندنا مهندسين. أنا بعاني من نقص المهندسين، لأن كل ما بنجيب مهندس نعلمه بتيجي شركة أجنبية بتعرض عليه أضعاف مضاعفة ثبات، وبياخدوه سواء من عندي أو من عند زمايلي. فده يعني يدي حضرتك إنديكيشن، إشارة إلى إن إحنا فعلا مستوانا متميز عالميا. فأنا ما ببالغش بالكلام، إحنا فعلا متميزين على مستوى العالم كله في الطرق الكباري. وأصبح عندنا يعني، أنا أتكلم على الكباري المعتادة، مش الكباري اللي هي مثلا شغالة بنظم أوتوماتيك بتفتح زي الموجود في روتردام أو دول برة، لا. يعني عندنا مستوى في الرينج بتاع الكباري المعتادة، لا إحنا متميزين جدا فيه. أصبح الكوبري يا باشمهندس بياخد فترة تنفيذ، أنا كنت معتاد سنتين ثلاثة دي حاجة طبيعية، الكوبري دلوقتي بياخد 60 يوم تنفيذ بدون أدنى قلق، يعني مفيش مشاكل هتحصل. يعني ما مش معنى كده إن كل الكباري تعمل دلوقتي بايظة وهتتكسر، لا خالص خالص خالص، لأن بيتم تدارك أي خطأ أثناء التنفيذ، أي خطأ بيتم تداركه أثناء التنفيذ. وبتلاقي حضرتك المسؤول عامل جروب لكل المشاركين في الموضوع بحيث بيتابع التنفيذ في كل لحظة، يعني خلال مثلا 12 ساعة في 24 ساعة 16 ساعة بيتابع حتى، يعني يكفي بس إحساس الناس إن الرأي الجهة المسؤولة بتتابع، فده إحساس إن الكل يلتزم. بالضبط، وهذا يعطينا أمل كبير في أن القادم أفضل في الحفاظ على إطالة عمر منشآتنا وصيانتها، للحفاظ على مستوى خدمة متميز يرضينا جميعا
سواء على المستوى المنشآت الصغيرة أو الكبيرة، سواء الكباري، الطرق، المنشآت العامة، مباني الهيئات والمصالح الحكومية، سواء في مصر أو في عالمنا العربي، هو المستهدف بشكل عام في بإذن فعالياتنا. الله بإذن الله. دكتور مدحت، على هذا العطاء وهذا البذل، وشكر للإخوة الحضور، وشكر لفريق العمل، على موعد باللقاء إذا قدر الله البقاء، وأمر باللقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله، وقد تبدأ معنا أو تستأنف معنا فعاليات شعبة تقنية المعلومات يوم السبت المقبل، موعدنا السبت، ثم الاثنين في المحاضرة الرئيسية والدائمة الأسبوع المقبل حتى هذا اللقاء. أستودعكم الله هذه الفضيلة ودعاءه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا يا دكتور، وعليكم جزاكم السلام. الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.